أكمل نادي سباق الخيل السلطاني كافة تحضيراته لانطلاق سباق كأس العيد الوطني 52 المجيد، والذي سيقام على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة. تحضيرات للسباق العيد الوطني إن شاء الله بيكون على تاريخ 12/11، وكما تعرفوا احنا في شهر نوفمبر اللي بداية احتفالات ونهضة متجددة بإذن الله. فالتحضيرات يعني من فترة بدأت، راح يكون يعني سباق يختلف عن السباقات الحالية، تتخلل هناك يعني فقرات ينظمها الأخوان في الخيالة السلطانية، وإن شاء الله تشهدوا شيء يعني طيب ومثير يعني. كما أكملت مرابط الخيل جاهزيتها للمشاركة والمنافسة في السباق، ويتطلع الفرسان لنيل شرف التتويج بكأس العيد الوطني 52 المجيد. العيد الوطني هذا نحن مجهزين له من قبل هذا الشوط، فخر كبير الخيل تستعد من فترة لهذا السباق، لأنه سباق كبير ومحفل كل واحد يطمح يفوز فيه، وهذا السباق يكون استعدادات ما يعني الخيل تكون مستعدة من قبل هذا الشوط. نحن مجهزين الخيل وإن شاء الله نكون جاهزين لسباق عيد الوطني بإذن الله. ويشتمل السباق على 8 أشواط، خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة، وسط ترقب وانتظار من المهتمين بسباقات الخيل لواحد من أقوى سباقات الموسم. تحضيرات مبكرة لمختلف مرابط الخيل للمشاركة والمنافسة في سباق كأس العيد الوطني 52 المجيد، والذي يعد واحدا من أبرز سباقات الخيل بسلطنة عمان. حسن بن محمد البلوشي من مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة.